يا جماعة في ناس اشتكت وقالت ان الكهرباء بتقطع عندنا باستمرار وبتقطعش في البلاد والقرى اللي جنبنا. مشاهدين كرام بحييهم يعني عادة ودايما. فاحنا ان شاء الله بإذن الله نحل المشكلة دي دلوقتي. قالوا لي بص على الكهرباء وبص على وبص على وبص على وبص على. وهنقطع في البلاد اللي جنبهم. المواطن له حق ولكن اتمنى الصورة تكون عند الجميع. ده هتبقى سواد على الكل. يلا بينا. عندي أزمة كهرباء طبعا ومزعلة ناس طبعا ما بقولش لا عندي لشوق لحاجة عندنا تحديات أهم من الكهرباء أيوة اوعى غرق جسمك عندنا تحديات أهم من الكهرباء وزعل فيها نعم مع تقدير للجميع تحديات أهم من الكهرباء لكن بديك مثال واحد بس البلد مش ناقصة هي كلمة واحدة طمنوا على بلدكم عاوز كام في الشهر عصفور عشان تخدم بلدك واطمنوا على جيشكم عايز كام في الشهر عشان اخدم بلدي يا سيادة الفريق شر عرق محدش قال ان انا تعبان وان انا حران وان انا ايه ده لا لا يا سيادة الفريق لا قال لك انا مسؤول دوري مكاني هنا عشان احمي البلد وماله يا ابني ما كلنا بنخدم البلد وبنقبض اخر الشهر واحمي الشعب ومحدش يهون لحدودنا برا يلا ولا برا يلا يا راس على دماغك قالوا لي بص على الكهرباء وبص على وبص على وبص على وبص على ليها اجابه نموذجيه انا هقول لحضرتك على حاجه وحاجه انا بفتخر بيها جدا جدا ليه ما اعرفش اللي حصل في قطاع الكهرباء يامن هذه الدوله لعشرات السنين قدام انت فسار كبير فسار كبير موضوع قطع الكهرباء خلاص بقى انسى الكلام ده قوي ليه كده بقى بردك كده النور كده استغفر الله العظيم ربنا كده في الساعتين اللي الكهرباء بتتقطع فيهم لا اعتقد ان سيره الحكومه بتيجي باي خير وانت في حظك بقى لا مؤاخذة يعني لو الكهرباء قطع في شبرا انت عارف بتوع شبرا دمهم خفيف وكلامهم بيبقى يعني انتوا اكيد فاهمين واحنا مش هنقدر نوضح اكتر من كده يعني مش عايزه اتحسر بقى بقالنا اربع شهور بنطلع ننتقد فكره انقطاع الكهرباء ارجوكم نعدي المرحله دي ارجو ان الموضوع ده ما نتكلمش فيه تاني طب هل في الامكان ابدع مما كان لا مفيش مفيش خالص مفيش إذن نصيحتي تعامل مع الأمر باعتباره أمر واقع اتعاملوا معاه كأمر واقع ما تقرفوناش أنا عن نفسي هنا هاجي كل يوم اطلع فيه أقول له الكهرباء ومش عايزينها تقطع والحبتين اللي حضرتك مستأمنني أقولهم طيب والأسانسير طب والعيال والمدرسة طب والتكييف والحر طيب والتلاجة بيدخل المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء يدافع عن فكرة انقطاع الكهرباء المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء مش هو اللي معاه الجيم رئيس الدولة مسؤول عن كل حاجة فيها حتى دينها أكد تقرير صادر عن مجلس الوزراء أن الحكومة استطاعت أن تضيف حوالي 30 ألف ميجا وات من الكهرباء إلى الشبكة القومية عظيم بعد الانتهاء من تنفيذ 31 محطة إنتاج عظيم وأن هناك فائض في الكهرباء في يونيو 2020 يصل إلى 13 ألف ميجا وات ما تيجوا نشوف جريدة الأخبار بتاريخ 10 إبريل 23 كاتبة إيه العنوان بقى؟ القاهرة توفر احتياجات أوروبا وإفريقيا ازاي يا جدع الله العظيم اللي مش حقي الست المصريه بتقول لك مش عايزه اطلع السلم 9 ادوار ولا انزل 9 ادوار ولا امشي بعيالي في الشارع ساعتين راجل قوي دكر قوي يا اهل المروءه مسؤول كده عنده مروءه يرد على الست المصريه ما يصحش كده عيب لا انا هقول عشان تصبروا وتتحملوا عيب مفيش غير كده بس لو بتسالني بيني وبينك كده والحكومه مش سامعانا هي مطولة حبتين تعامل بقى مع فلسفة قطع الكهرباء انت اذا كنا نحاول ترشيد الانفاق لتوفير 200 مليون دولار شهريا فارجو ان نفكر سويا في ان يتحمل المواطن المصري ايضا اي حاجة تانية اخف وطأة من الكهرباء في ان يتحمل المواطن المصري ايضا انا شايف ان حل ازمة الكهرباء اننا نعمل حملة توعية بترشيد الاستهلاك وان الناس تقلل استهلاكها ويطفوا التكييفات يجب ان احنا نتذكر ونستدعي من الذاكره اللي كان بيقوله هشام قنديل فاكرين الموضوع اللي احنا اكدنا عليه ان كل اجهزه التكييف تبقى شغال على درجه 25 درجه مين طفى النور سامحونا يا جماعه معلش انا اسف رايح فين نزل السكينه ايه ده هي جريمه قتل نصيحتي للي واقف على السكينه بتاعت الكهرباء يلتزم بالمواعيد من فضلك في جداول النهارده نزلت من امبارح انت فين من الجدول اسمك مكتوب فين وهتقطع الساعه كام انا اسمي مكتوب لا طيب انت عايزه تقولي على الجدول اللي نزل في جدول نزل اوكي من مجلس الوزراء كل منطقه او كل مربع سكني يعرف النور هيقطع عنده امتى
ودي حاجة رائعة جدا. ما تحوريليش برحمتك. كل منطقة يبقى معروف فيها هيقطع من امتى، بس هو مكتوب بساعة جرانيتش. وانت فاكرة نفسك متجوزة مدرس باليه؟ حلو قوي النظام ده جدا. الجو منعش وجميل، وده حاجة حقيقة يعني مشجعة وتخلي الواحد يبقى مستعد. يعني أنا في غاية السعادة. ما ينفعش تقول للناس الساعة 1 وتقطع الساعة 2 أو العكس. 12 12 ونص يعني. أنا قلت 12 تبقى 12. والنهاردة الجدول اللي انتشر للأسف ما تنفذش ولا أي اندهاش. فين التخطيط؟ فين الرؤية؟ فين المعلومة؟ أقول لك فين ولا تزعلش. يعني أرجوكم سكينة لو سمحت في المواعيد المحددة. في حرامي فوق، اتفضل اطلع له القسط. طب لما النور يجي. فإحنا بنرجو اللي عمل الجدول ده ينسق مع اللي بينفذ الجدول ده. قولي قولي عشان نحط النقط على حروف للوحش الكاسر ده. واضح جدا أن هناك إخفاق حكومي في التعامل مع ملف الكهرباء. اللي حصل في قطاع الكهرباء يأمن هذه الدولة لعشرات السنين. المصريين يا جماعة وصلوا للمرحلة أنه يعني الناس خلاص في مشكلة، قول لنا بس قول لنا إمتى تطبيق الجداول. شوفوا قد إيه بقى وصلوا مرحلة إيه، قالك بس بقول لنا إمتى يتقطع. ناس طيبين قوي. وكمان سواء قطع الساعة كذا ولا عودة الساعة كذا، ما ينفعش نقول ساعة تفضل ساعة ونص. رئيس الوزراء قال إيه؟ ساعة أو اتنين، عارفين اللي بيقرأ الفنجان اللي هو نقطة أو نقطتين أو ساعة أو اتنين. أنا فنان بوهيمي. وإيه؟ بوهيمي أي يعمل ما يحلو له. المشكلة بقى أحياناً ما بتبقاش في الساعة ولا الاتنين ولا التلاتة، مشكلة بتبقى طول اليوم لأن أنت مش عارف هي تقطع إمتى أصلاً. لو الأب خرج أو الأم خرجت بيرجع يكلم اللي موجود في البيت، ها الكهرباء قطعت، طب قطعت إمتى؟ قطعت في الميعاد؟ قطعت في ميعاد الجدول؟ خطة في منتهى الذكاء. تاني سؤال، شيكتي على التلاجة والديب فريزر؟ عليها اقساط؟ أي والله عادي، ده بنيلة والاقساط اتدفعت. أنتوا هتبقوا عارفين الجدول، حطوه على التلاجة، حطي عليه لون أحمر علشان تبقي عارفة إن من الساعة كذا للساعة كذا افصلوا كل الأجهزة اللي موجودة عندكم في البيت علشان خاطر نبقى ضامنين إن مفيش حاجة تتحرق. التلاجة والديب فريزر ده حد قال لي ده مرتب شهر. الشهر. الحالة اللي معمولة يا جماعة أنا بحذر منها سياسيا ونفسيا، ما ينفعش تبقى معايش الناس في قلق والناس مش عارفة. الناس بقى بس محتاجين بقى احنا نفهمه لكم، فادونا شوية. يقول لك يا رب يوقعنا في مجموعة سهلة. أبصفص على يا لهوي. كلنا بندعي هذا الدعاء، عايزين نقع في مجموعة سهلة في دوري توزيع الكهرباء. لا هو في دوري انقطاع الكهرباء. ألف مرحب. واضح جدا ان هم مقسمين الوقت، في ناس فينا هيتقطع النور الصبح وفي ناس هيتقطع النور بعد الظهر على حسب المناطق. لا لا ده مش الفيديو، جملة عادية. اللي حاصل حاجة تانية، يعني لما وزير الكهرباء طلع قال انا مش بشغلش تكييف وانا الكهرباء بتقطع عندي مرة واتنين في اليوم، فالناس عندها احساس ان هناك تخبط. هذا امر ما يدخلش في مساحة إقناع الناس بثلاث أبعاد. عندها إحساس إنه فيش تخطيط. القطاع ده لوحده خد 1.7 تريليون جنيه. صرفت 1.5 تريليون. 1700 مليار جنيه. حد فيكو أنتوا الاثنين اللي عمل العملة دي، قروا واعترفوا أحسن لكم. إمتى الدولار كان بـ8 جنيه. عندها إحساس إنه يعني ما بيتعملش حاجة. فلوسك شغلتها وخسرت معايا. يعني أكتر من 150 مليار دولار لقطاع الكهرباء. حدش بيكلمنا كلام نفهمه. كلام عائد. انتوا معايا عشان نصل لمرحله انه خلاص لازم اتحلل، وكل الاجراءات اللي عاملها دي وانت بتقول لي ان اغسطس هيبقى الأسوأ. يعني هنجد يوم ان شاء الله، يوم يعني ان شاء الله ان شاء الله. امتى ما اعرفوش. الولد اللي قاعد في المركز عنده التحويله بتاعت الكهرباء، لكن هيجي وقت معين هيخرج رئيس الوزراء على حضراتكم، تروح منزل السكينه بتاع خط واحد وروح يقول لحضراتكم انتهت الازمه. يوم الناس تطق 6 ساعات. في أزمة عندنا، عندنا أزمة، الظروف على الجميع، لازم نتحمل بلدنا ونتحمل الظروف شوية ونتحمل الظروف شوية. عينك دي فيها حاجة؟ ده مرض، ده أنا كشفت، ده كلاب، ده مرض الكلاب، كلابي. خمسة بالحب. اللي حصل في قطاع الكهرباء يأمن هذه الدولة لعشرات السنين.